التحدي الذي يرحب بضيوفه الكرام. هذا هو الشوط الأول للثانية أبكار، والمسافة هي 6 كيلومترات، وانطلق مشاهدين الأعزاء هذا الشوط. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما نطلب التوفيق والسداد. انطلق هذا الشوط النخبوي بمشاركة 15 بكرة مشاركة وشعار أتمنى التوفيق لكل المشاركين في هذا اليوم وفي هذا الشوط. أنتقل أيها الأعزاء إلى مقدمة الشوط وإلى الشعار الغربي اللي يحلق على مقدمة الشوط كعوائد هذا الشعار دائما وأبدا. الرسالة، من تبعث برسالة تحذير إلى بقية المشاركين. هنا رسالة لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول النقلة التالية إلى الوارية لمحمد بن سلطان بن رشيد على المركز الثاني، وتليها في ثالث المراكز هنا الشاهينية لمنصور بن عبيد بن سالمين المنصوري من الأسماء القوية. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى المركز الرابع ومن تحلق في هذه اللحظات على رابع المراكز. أشاهد في هذه اللحظات سرابة لمغير بن سالم بن حارب العميمي، في هذه اللحظات تحرك تحرك ممتاز على المركز الرابع. المركز الخامس ومن تحتل خامس المراكز، الظبي لسعيد بن منانة بن غدير الاكتبي. هذه نتيجتنا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز الأولى، ورسالة، رسالة الخير، رسالة الناموس لهذا الشعار تسيطر متابعينا الكرام على مقدمة الشوط لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري. انطلقت واندفعت وحلقت وتحركت منذ الانطلاقة تسيطر وتحكم قبضة الشوط، وبك الشوط والعصا قوس والعصا في الابطال مربوطة ربط موثقة توثيق من الستارت، وثقوها من الستارت ثبتوها. يا سلام، ما تستاهل العصا 100 متر أخيرة تفصل رسالة عن ناموس الشوط. تحذير صباحي شديد اللهجة لبقية المشاركين. تهانينا لمن يستحق التهاني، محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، بدون أي أوامر وأي تعليمات تنتزع ناموس الشوط وسيارة الشوط. تهانينا والناموس لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري على هذا الفوز. المركز الثاني الوارية لمحمد بن سلطان بن رشيد الاكتبي. المركز الثالث شواهيلي ناصر بن عبد الله بن عزيز الشريفي. المركز الرابع هملوله لسعيد بن خليفه بن ضبون المسافري. المركز الخامس الغزيه لطالب بن عبد الله بن علي البطين. تهانينا والناموس لكل الفائزين في هذا اليوم. هذه رساله تنتزع الشوط الاول الصباحي 9:30:96 جزء من الثانيه. تهانينا لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وتهانينا لمحبين الشعار الغربي والشعار الاخضر. المركز الثاني الواريه 9:35:81 جزء من الثانيه. تهانينا لمحمد بن سلطان بن رشيد. المركز الثالث الشواهين 9:37:34 جزء من الثانيه. تهانينا وناموس مسلم مالك شواهين ناصر بن عبد الله بن عزيز الشريفي. ايها الاعزاء، الشوط الاول